بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا فيكم. طبعا احنا بدينا الأسبوع الماضي في قسم منكم كان غايب، بدينا بالتعريف بالمادة، بدينا بالمادة في بعض الأشياء، أخذنا الخطوط العريضة للمادة والأشياء المطلوبة والأشياء اللي مش مطلوبة، وشو المطلوب منكم وشو المطلوب مني أنا. بنعيد طبعا المادة أساس اللي ما كانش حاضر هذيك المرة يكون جاهز. الإسعافات الأولية كما بتعلموا هي مهمة جدا في الحياة العملية للإنسان، مش شرط هي فقط للامتحان، برضو بتهمك بحياتك. أخوك عندك سكري، أمك عندها سكري، أبوك عنده ضغط، صار عنده دخل بغيبوبة، كيف بدك تتصرف؟ مش ضروري أنك تكون طبيب، مش مطلوب منك تكون طبيب، مطلوب منك أنك حسن التصرف الأول منشان تمنع الأشياء اللي هنحكيها من أهداف الإسعاف الأولي. فهي مهمة جدا أنكم ما تكروها بس للامتحان، خذوا منها برضو بعض المعلومات اللي بتفيدكم بالحياة العملية. فبنبدأ، بدأنا هذيك المرة عن تعريف الإسعافات الأولية. طبعا هون ليش، أو قبل ما نبدأ بالتعريف، ليش بندرس هاي المادة؟ زي ما إذا ذاكرين بالحصة السابقة اللي كانوا حاضرين، حكينا أنه قد تكون أنت جدا ذكي، ذكي جدا، لكن وقت ما تصطدم بالواقع بتلاقي حالك ارتبكت وما عدت تحسن التصرف. إذا مشان أنك تتفادى الإرباك اللي ممكن ينتج عن الواقع اللي بتعيشه، أنت بتشوف دم، بتشوف رجل مقطوعة، بتشوف دماغ برا، فممكن أنت تصفرن. زي ما قلنا لكم يعني بجامعة النجاح منهم من طالبات يعني حولن إلى أعلام وحولن إلى أمور دراسية أخرى أو مواد أخرى، لأنهم لما دخلوا على جثة وش لكل جثة هاي ميتة، قبل شوي كانت عايشة وهسا صارت ميتة، فأربكوا منهم من صفرة، منهم من صار راجع أو أغمي عليه يعني، ومنهم من صار راجع فحولوا ما تحملوا وش الواقع. إذا مشان نتفادى الإرباك والخوف عند المواجهة، كمان نتدرب بالأسلوب العلمي الصحيح، ما نتصرف نقلد الآخرين. وكثير للأسف أصبح الطب عندنا، حتى خريجي الطب أصبحوا يقلد اللي قبله، فلان اجى عنده كذا، شفته اليوم لما خص لما تعمل سنه التدريب والامتياز، الدكتور الفلاني كتب اجى شكى من كذا كذا، بدي اكتب مثله. قد يكون حالته تشخيصه غير عن تشخيص الحاله هاي، اذا فبصير عندنا تقليد. لا، احنا مناش نوصل مرحله تقليد، بدي انا الاشي ينبع مني، من علمي انا، من معرفتي انا، من خبرتي انا. اذا بنتفادى الارباك ومن نشتغل على الاسس العلميه الصحيحه، وليس بالطب هاي الامور، حتى بالامور الهندسيه عندكم، مش فلان برمج كذا ولا عامل كذا انا بدي اعمل زيه، لا، ممكن طريقته غير عن طريقتك او الكهرباء او توصيلها بالنسبه للمهندسين. كثير من الحالات تتحملش التاخير، بدي اتصل على الدكتور، ما هو الدكتور احنا مثلا طبيب العيلة دكتور اتصل، ولا عندي ابوي بتعرف عنده سكر وهي مغيب، بسرعة تعال. هاي بسرعة تعال بده حوالي 10 دقائق، اكل دكتور حيصل البيت بده يكون مش اكل من 10 دقائق او ربع ساعة. هاي ال10 دقائق او ربع ساعة، خاص اذا كان عنده سكري وكان في هبوط في السكري، الدماغ لا يتغذى، حناخذه فيما بعد انه لما نشرح السكري بالتفصيل، لا يتغذى الا على السكر. الدماغ الحاجز تاع الدماغ بدخل السكر الجلوكوز، فالدماغ بتغذاش الا على السكر. اذا غاب السكر عنه 4 دقائق بيبدا تلف الدماغ، فبيبدا يدخل بغيبوبه اللي هي هبوط السكر، هذا اذا كان عنده طبعا هبوط في السكر. اذا انت اذا كان عندك حسن التصرف والحالات اللي تتحملش تاخير قدرت تتصرف معها، لانك انت دارس اسعافات اوليه وملم بالاسعافات الاوليه، ساعتها انت بتقدر تتصرف، ممكن تنقذ الحياه باذن الله. فلو جينا تعريف الخدمه، ما هو الاسعاف الاولي؟ اسعاف اولي او اساسي، كلمه اسعاف واولي، هذول كلمتين ممكن نشتق احنا بدون ما نقرا الكتاب. وزي ما كنا كل امتحان يعني دائما تحاولوش انكم تبصموا، فيش قص لصق، حاول انك انت ابتكر، اجتهد، اسعاف اذا ثم أولي. طيب الإسعاف هذا شو هو؟ أمور إيش هي؟ صحية، مزبوط. إذا هي أنت لما تكون زي ما كنا بالتعريف هذيك المرة، أنت لما نصير صاحب منصب، سواء كنت طبيب، مسعف، مهندس، إذا أنت أصبحت صاحب المنصب هذا، وهون بدك تقدم الخدمة المطلوبة منك كمهندس، كطبيب، كمسعف، كمدرس، مطلوب منك خدمة تقدمها، مزبوط. كلنا خدامين للي قدامنا، إذا هي خدمة. إذا أول شيء بالتعريف نأخذها خدمة. شنو نوع الخدمة هاي؟ بالنسبة للمهندس بده يقدم مثلا خدمة كهربائية، خدمة حاسوبية، خدمة توصيل سلك، أي شيء. بالنسبة للطبيب أو المسعف شو بده يقدم؟ خدمة صحية، وليست ثقافية، ليست اجتماعية، ليست بيئية، هي خدمة صحية. إذا خدمة، تشوفوا تسلسلهم، خدمة صحية من الإسعاف أولي، إذا هي أولية، مش مطلوب منك تعالج، مطلوب منك إنك أنت تسعف، تقدم الخدمة الصحية الأولية أو الأساسية هاي للإنسان المصاب أو المريض، عبين ما يجي حتى أنه يحضر الطبيب. إذن هي خدمة صحية
أولية وأساسية تقدم لمين؟ واحد قاعد قهوة، واحد بحضر سينما، واحد بأرجل، واحد بتسبح بشط البحر، لا، هاي كلها أمور طبيعية بتقدمها لمين؟ شخص حاجتين، إما يكون مصاب في حادث سيارة، في ضربة كهرباء، في أي إصابة أخرى، أو المريض عنده سكري، عنده ضغط، عنده إنفلونزا، مهما كان دخل في غيبوبة. إذن عنا تقدم لمين؟ للمصاب أو المريض. لو أنت مطلوب منك على طول، لا، بنتهي دورك وأنت لمن يجي الطبيب، لحين وصول الطبيب أو نقله إلى أقرب مستشفى أو مركز صحي. شوف تسلسلين. إذا لو جاك شو تعريف الإسعاف الأولي مثلا، بيسأل ما هو تعريف الإسعاف الأولي، هذول كلهم كلمات أساسيات في التعريف، لأنه كل كلمة لما نشرح بكرة الإسعاف الأولي بالتفصيل لما نأخذ المواد هتعرف كل كلمة منهن شو معناها. فكل كلمة مهمة. إذن هي خدمة صحية أولية تقدم للمصاب أو المريض. مش كل مصاب، ممكن يكون أنا مريض ما كنش مصاب، ممكن مصاب أكون مريض، مظبوط، أو ما كنش مريض. إذن في مرض وفي إصابة. إصابة إشي طارئ، حدث إنه أنا زحلقت بالدار، انكسرت رجلي، إذا صار عندي إصابة. لا أنا مريض سكري، لا أنا مريض قلب، اتضاعفت، ارتفع ضغطي، صار عندي خفقان في القلب، هاي كلها أمراض. لا أنا صار عندي حادث سيارة، هاي إصابة. إذا لحين تقدم للمصاب أو المريض، لحين لو أنت اتصلت على الطبيب، دكتور الحقنا أي أبوي والله دخل بغيبوبة وإحنا مش عارفين شو قصته، صفرا، هسه كنا قاعدين نحكي إحنا وياه ما شفناه إلا وقع، والله الحقنا أمي زحلكت، شو بدي أعملها؟ إذا أجى الطبيب، لحين وصل الطبيب، أو طيب أنت مكان بعيد فيش طبيب ولا إشي، طلبت الإسعاف، هلال أحمر إذا سمحت عنا حالة إصابة تعب سرعة، طب لحد ما يجي، مجروح بدك تتركه ينزف؟ بدك تتركه مرمي على الأرض؟ بدك تتركه بغيبوبة؟ لا، إذا لحين وصول الطبيب أو إنك أنت أجى الهلال، أجت سيارة إسعاف، حملته ووديته للمستشفى، بالمستشفى أو للطبيب، دكتور والله هيك هيك صار معنا، عملنا له 1 2 3، وبنتهي دورك، تعملش أكثر من هيك. مش مطلوب منك تعمل أكثر من اللي حكيناه هسه، ماشي؟ هاي بالنسبة للتعريف. فكل نقطة مستقبل لما نشرح إحنا تعريف الإسعاف الأولي هنفهم ليش إحنا أخذنا كل كلمة من هالكلمات. إذا تخيل أنت شو بتعمل، ممكن تكتب التعريف بدون ما ترجع للدوسي. هاي تسلسل اللي هي تعريف الإسعاف الأولي، خدمة صحية أولية تقدم للمصاب والمريض لحين وصول الطبيب أو نقله إلى أقرب مركز صحي أو مستشفى. طب احنا ليش بدنا نسعف؟ شو الهدف؟ طب انا بستنى، ليش تحت حمل مسؤوليه؟ بستنى الدكتور تيجي، بستنى اوديه المستشفى. اذا انا اول شيء اذا تركته بنزف، ايده مقطوعه، مجروح، ضربته السكينه، وقع، اجت ايده على شفره، اجت على بلطه، اجت اي شيء بمنجره، كسر المنشار. اذا تركته لو حين وصول الطبيب او تنقله على المستشفى بتكون دم متصفى وبكون انتقل الى رحمته تعالى، مزبوط. اذا انا شو بدي اعمل؟ اهم شيء بهمنا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، أهم شيء عندنا حياة الإنسان، مزبوط؟ فالإنسان هو أغلى ما نملك، وحياته هي اللي بتهمنا، فضروري نحافظ على الحياة. إذا بدنا ننقذ الحياة، ضروري ننقذ الحياة. بهمناش كيف يعيش، مش بهمناش نهائيا في النهاية، لكن أول هدف عندي إني بدي أنقذ حياته. بهمنيش انه مات والله ومثلا ضل نيعه وضلاعه ومش ما صار لهن شيء، مات شو استفاد؟ اذا انت بدك تتصرف، اول هدف عندك انقاذ الحياه، بعدها بيجي تسلسل الاشياء اللي بعدها، كيف احافظ على ضلاعه، كيف احافظ على وضعه، كيف احافظ على جسمه، اني احافظ شو بقدر امنع من مساوئ الاصابه، او من سيئات او مضاعفه الاصابه بقدر. لكن اول قاعده ذهبيه انك بدك تنقذ حياته. بعد ما يعيش بفرجها الله بنصير نتبع اللي وراه، انه افضل مثلا يعيش بالرجلتين بدل اجر، افضل اعيش بالاضلاع كلها صحيحه بدل ما تكون مكسره، افضل اعيش مثلا زي هيك، شفتوا؟ ففي تسلسل. اذا اول هدف هو انقاذ الحياه، يجب انك تنقذ حياه المصاب، تقدم الخدمه مشان تحافظ على حياه، باذن الله طبعا تحافظ على حياه المصاب هذا لحين وصول الطبيب او نقله الى اقرب مركز صحي. بعد ما جيت انت ثبتت حياته او اعطيته حياه، اذا الله طبعا سبحانه وتعالى طبعا كاتب الحياه، انت اللي عليك تعمله. إذا ثبتت الحياة بعدها بتيجي التسلسل اللي وراه، بيجي طب الزلم بتألم فبدك إيش تعطيه؟ إنك تخفف من ألمه. كيف مثلا؟ فكيف الألم بدك تخففه؟ لأنه بتألم جدا وبصيح مكسور، عظمه طالع برا، أي حركة منه بتلاقيه صواته وين واصلة، بدب صوات للآخر،
متألم، عنده نزيف، عنده ألم بالبطن، مصارينه برا، أمعائه طبعا برا في الخارج، فهون بتألم جدا، صداع رهيب، عنده ضغط، ارتفاع بالضغط، راسه بيمسكه بصير يدكه بالحيط، عنده جيوب، فمتألم جدا. بعد ما أنقذت الحياة بدك تحافظ إنه أو تحاول تخفف الألم. شو المطلوب منك بتخفيف الألم؟ الخطوات المتبعة، أنت لما تكون مسعف بدك تعرف طبعا شو حالته ثم تتصرف معه مشان تخفيف الألم اللي هو بيشكي منه. إنك مثلا تثبت الكسر، مثلا مكسور بدك تثبته، لأنه أي حركة ممكن تنتج عنها مضاعفات. إذا تثبيت الكسر هو أساسي، أول شيء بخفف الألم، ثاني شيء بمنع المضاعفات. إذا أول شيء بدك تنقذ الحياة، ثاني شيء محاولة تخفيف الألم. بعد ما نخفف الألم بيجي عنا نمنع المضاعفات. أي مرض أو أي إصابة تتركها بتعالجهاش حيصلها بده ينتج عنها بالضبط، بده ينتج عنها مضاعفات. تركناها غيبوبة سكري، إذا ارتفاع بهمش، انخفاض بنخاف طبعا مش بهمش، بهمش لحظيا. ارتفاع السكر وانخفاض السكر إذا ارتفع وصل 1000 لحظيا تسألش عنه، إذا نزل 40-30 فورا اسأل عنه، لأنه الدماغ كلنا شو بتغذى على السكر. غاب عنه تغذية الدماغ 4 دقائق بيبدأ تلف الدماغ، وقد يصبح تلف دائم وينتج عنه ثم الوفاة، وقد يبقى في غيبوبة إلى أن يشاء الله أنه حتى يتوفى، والله أعلم أنه يصحى منها ولا ما يصحى منها. إذا أنت ما كانش عندك حسن التصرف أنك أسعفته، حينتج عنه إيش عنده بده يصير ساعتها؟ مضاعفات. إذا ضروري أنك تمنع المضاعفات، إذا بدك تنقذ الحياة ثم بدك تمنع الألم ثم تخفيف أو محاولة منع المضاعفات طبعا قدر الإمكان. ماشي، تركته ينزف، إذا هون دخل في فشل كلوي، تركته بدماغه برا قد يصير تلوث في الجرح أو ضلاعه برا أو أمعاءه برا، إذا حيصير تلوث، حيصير تسمم في غشاء البروتون وينتشر التسمم، يصير تسمم دم ومن ثم تؤدي إلى وفاة والأمور الأخرى من مضاعفات المرض أو الإصابة. إذا لو أجاك سؤال ما هي أهداف الإسعاف الأولي، 3 أهداف. اتخيل أنا عندي مصاب أو مريض، أول شيء حياته، بهمني حياته، أولا الحياة، إذا بدي أحافظ على الحياة. الزلمة أو المرأة متوجع أو متوجعة، شو بدي أعمله؟ بدي أخفف الألم ثم بدي أمنع المضاعفات، بدي أعمل الإسعاف الأولي مشان أمنع المضاعفات ما تحدث له ولا تصير له. بعدها بيجي المسعف، زي ما قلنا لكم المرة السابقة في عنا مسؤوليات وعنا صفات. شو الصفات اللي أنا كمسعف بدي أتحلى فيها؟ شو المسؤوليات التي تقع علي أني أقوم فيها عشان أؤدي الخدمة المطلوبة هاي؟ زي ما كنا قبل الامتحان، إذا حفظت منهن المسؤوليات تحفظ بتكون إقبالها الثاني الصفات. هذيك المرة حكينا عن الصفات اللي حكيناهم إيش هم؟ هذه رباط الجأش وصدر واسع يتسع وعنده هدوء. 2 كيف؟ المام بالإسعاف الأول نظر وعملي. بصيرش أنا أجي أمسك هالدوسية أو أحسن كتاب إسعاف موجود في الدنيا أروح حافظه من الجلد للجلد وسمعه وبتحدى أي واحد يسمعه مثلي، لكن يدخل واحد هسه علي مصفر ما عارف شو عمل، طيب السنة الصفحة الأولى، هذا نزيف في النزيف، إذا ما هي خطوات إسعاف النزيف؟ بصير أتخيل وصير أراجع شو أنا كاري. لا، إذا بدك تكون عارف إنه خلص نزيف، إذا امسك النزيف فورا، مش طبعا تمسكه بيدك، بدك تتبع الخطوات، تحديد مكان النزف ثم أنك تنظف الجرح، تحط ضماد عليه، يعني هاي خطوات حنأخذها آخر شوي بالنزيف وإسعاف الجروح. إذا بدك تعرف شو بدك تتصرف. إذا ما كنتش عارف الإشي عملي ترتبك ثم تؤدي إلى نتائج سلبية، إن صح حبيت تخدم لكن قد تعطي نتائج عكسية لخدمتك لأنك أنت اتبعت الطرق الخاطئة. إذا بده يكون عنا الماء بالإسعاف الأولي نظري وعملي. هل سبب تلاقي مثلا مطلوب مثلا طبيب، مطلوب مهندس بخبرة كذا، لمن مثلا هون أعلى بالجامعة مطلوب طبيب عنده خبرة بالطوارئ، فبدك تكون عارف شو المطلوب. الخبرة هي أساس، إذا بدك تكون عارف برضو مشتغل عملي، مشتغل بيدك. أنا كل إسعاف الجروح مستعد أسمع لك إياه من أول لآخره، لكن لمن أنا أشوف جروح ولا أشوف دم برجع شو عمل شو أقيم، فبصير الواحد يربك. إذا ضروري أنك تعرف إسعاف أولي نظري وعملي. هاي طبعا من صفات المسعف. دائما بالأسئلة شو بنحط من صف، يعني يا بجيب مثلا من صفات المسعف، مثلا من صفات المسعف سؤال الماء بالإسعاف الأولي نظريا وعمليا بين قوسين، طبعا صحح الخطأ أينما وجد، ضع خط تحته وثم صححه أين وجد. يعني إذا مثلا أنت حطيت خطأ، حطيت على الجملة خطأ وهي بالفعل كانت خطأ وتركتها ما صحتش خطأ، تأخذ خطأ، أنت أعطيتني صح قلت لي خطأ، بس وش الخطأ؟ هذا مريض بموت، لا من أنا نسعفه، طيب أوكي اسعف يلا، لا خلاص أنا قلت لك من أنا نسعفه بروح،
طب ما هجمات شو استفدت؟ مزبوط؟ اذا بس يعفو بدي اعمل اسعاف، خطا بدي اصحح الجمله، تمام؟ هيك بيجي. اذا مثلا من صفات المسعف الامام بالاسعاف الاول نظري وعملي صح، تمام؟ من صفات المسعف معرفه الاسعاف الاولي نظريا، لا خطا، لانه لازم نظري وعملي، بتصير ساعتها انت مسعف رسمي. لما انا اقول لك من صفات المسعف الالمام بالاسعاف الاول نظري وعملي وتقييم الموقف، اذا بحط خط تحت تقييم الموقف وبكتب هذه من بين قوسين هذه من مسؤوليات المسعف. ايش كمان في عنا صفات اخرى؟ اذا بده يكون عنده حدود، يعرف حدود معرفته وادراكه، ويكون عنده نفس الشيء للالمام تاعته. ايش كمان؟ ما يتفاعل، ما هي كلنا رباط الجأش وسرعة البديهة وعدم الانفعال والعصبية. يعني واحد مريض أجاك، كلنا بالطوارئ، خاص بالطوارئ، وشفناها الحالات، بدخل ممكن يسب، ممكن رحم، ممكن الأهل طبعا هو مريض ومغيب والله أعلم، لكن يشوفك مثلا إن جاي عليه بتكزدر كزدر، أجاك مصاب بنازع، يعني لحظات، إذا تأخر الثاني قد يتوفى المريض، وأنت مثلا طيب حطه على التخت الفلاني، قد تسمع المسبة وقد تأخذ ضربة وقد وقد وقد. بده يكون عندك سعة صدر، وزي ما قلنا لكم اللي جاي بدك تعامله كأنه أبوك أو أمك أو أختك، واحد من أهلك، كيف بتحب يتصرفوا؟ مش والله قاعد تعشى، طيب تكمل حطه على التخت، هيني جاي بكمل عشاي. وأنا شفت حالات هيك، أنا نفس الضايق قد كنت رايح بزيارة بعد ما جيت هون لقسم الطوارئ عند واحد صاحبي، الدكتور قاعد بتعشى، وجد حالي إسعافية، حطه على التخت واستنوا برا. برضو عندك حسن التصرف، التعبير، الكلام، الكلمة الطيبة بتطلع الحية من جحرها، مش هيك بقول؟ نفس الكلمة ممكن تحكيها بطريقة صح وممكن تحكيها بطريقة غلط، أو تأدي نفس الكلمة تعطي نتائج إيجابية وقد تعطي نتائج سلبية. فضروري إنك تكون تعرف كيف بدك تتصرف. إيش كمان في عنا؟ تتعداش حدودك. أنت مسعف، لو طرت للسما بدك تضلك مسعف، أنت مهندس، لو طرت للسما مهندس كهرباء، مستحيل تقلب مهندس حاسوب. انت طبيب، مستحيل يصير شو؟ لا ممكن يصير ايش ثاني؟ ها؟ استاذ، لا هو يصير اساتذه. شايف؟ فحدودك انك تعرف انت حدودك، طبيب مثلا عام، انا حدودي 1 2 3، مش مطلوب مني اجي افتح العمليه والله عندك مراره، يلا خذوا جهزوا العمليات، واطلع اروح في بطنه مش عارف من المراره وشو اربط، اروح رابط شريان الكبد، قضيت على المريض. حدودك حتى لو انك عملتها، حدودك طبيب عام انك تنادي الاخصائي بعد ما تشخصه وتقيم، وهي حدودك. انت ممرض، حدودك انك بقول لك الدكتور اعطي كانيولا او حط ابره او حدودك بس لهون. لا خلص، ما هي كانيولا معناته في ابره وريد، جيب ابره وريد تروح اعطيها، مش مطلوب منك. لو زي ما قلنا لكم طبط، ما حد بقول لك شكرا، الثناء بروح للدكتور المشرف. ما طبطش، الدكتور المشرف بيبعد وانت تدريش منين بيجيك القتل واللوم والمسبه والقضايا عليك. إذا حدودك إنك زي ما قلنا لكم لحين وصول الطبيب أو ناكله أقرب مركز صحي، دكتور 1 2 3 عملت له وانتهى دوري واستلم الحالة تفضل. أنت بتلعب حياة إنسان، ما بتلعب سلك كهرباء ولا بتلعب بجهاز كمبيوتر، شيء حياة إنسان، أي خطأ هيك ولا هيك بروح المريض منك. إذا بدك تعرف حدود قدرتك وتعرف حدودك وما تتجاوزهاش نهائيا. واضح؟ هاي بالنسبة لصفات المسعف. في لو بدنا نميز بينها وبين مسؤوليات المسعف، أول واحدة أنت لما تيجي على المريض بدك تقيم الموقف، شو اللي هون؟ حادث، إصابة، حريق، ولادة، نزيف، كهرباء، صعقة كهربائية، لدغات، لسعات، تسمم، الموقف شو فيه؟ عدد الإصابات، هون هذا كله بدخل في تقييم الموقف. كم إصابة عنا؟ 10 5 4 2، صاحيين مش صاحيين، وضعهم كيف؟ هذا كله بدخل في تقييم الموقف. اللي هي الشريحة اللي وراها طبعا، لما تيجي بعد ما تقيم الموقف، دائما بتقيم الموقف سلامتك الشخصية انت ومن حولك او فريقك الطبي هي الاهم. يعني عندنا مصيبة اتخليهم مش يصيروا مصيبتين، في حريق شاب العمارة، اروح انا ابو عرب اروح ناطط قدامهم بدل ما بدي اسعف يصيروا يسعفوا فيي، واحد قاعد بنزف بدون ملبس الكفوف وانا مجروح بايدي اروح ماسك ايده ودمه وحاطط له بايدي مثلا ماسك الدم تاعه، وانا مجروح افرض عنده التهاب كبدي، افرض عنده اي مرض بالدم، راح انتقل الدم الي، فصار بدل مصيبه صار مصيبتين وانا ضريت حالي. اذا القاعده الذهبيه سلامتك الشخصيه انت وفريقك الطبي هي الاساس.
بعدها بتتبع ثم بتلبس الكفوف انت والفريق تاعك وبتتبع الاجراءات بعد ما قيمت الموقف وشفت اذا كان واعي، اللي هي اذا كان واعي بنساله شو صار معكم شو اللي صار. طبعا في امور قد تكون الاصابات واضحه انه مثلا هذا حادث السياره، في امور لا قد تكون مختلطه، شيء بالدار صار تسال شو في اذا هم او شو صار معك، والله كنت قاعد بتغدى مش عارف بعدها ما شفت حالي لدخت انت مريض قلب انا كان عندي قلب صار خفقان وركت وكذا بصير بعدين ما ادري شو صار معك. اذا كان واعي تساله اذا شو صار معك، اذا كان مش واعي بيجي بشرح لك وبقول لك اللي عنده بقول لك شو وضعه وشو صار معه. هسه بتيجي المصاب او المريض طبعا بتفكفك ملابسه، بتعمل له استرخاء للملابس وبتحطه بمكان جيد تهويه او تبعده برضو عن الاماكن المكان الخطر. برضو قاعده ذهبيه عدم تحريك المصاب قدر الامكان ان امكن، يعني في عندنا حريق لا القاعده الذهبيه ما حركوش، او حادث سياره السياره مولعه خرج شوي بنفجر تنك البنزين القاعده الذهبيه ما حركوش، لا قدر الامكان. دائما بالصحه بتقولوا لي بالاسئله دكتور انت دقيق في تصليحك، عدم تحريك المصاب تمام. اذا هون المصاب لو فقع في تنك البنزين ممنوع اسحركه قدر الامكان. نيجي كلمه قدر الامكان لسه اهم من عدم تحريك المصاب، الهدف اني ما احركوش مزبوط لانه ممكن مكسور اروح محركه بطريقه غلط اروح شاله عنده كسر في الفقرات الانقيه اروح محركه بطريقه خطا انا بعرف شو الاسعاف بروح شاله وقاضي عليه، شو استفاد اذا عاش وبعيش طبعا عطيله ما بتحركش بالاربع. اذا الهدف عدم تحريك المصاب قدر المصاب وان امكن قدر الامكان، اذا الوضع اللي هو فيه بشكلش خطوره على حياته. لا والله في حريق ممنوع احركه خليني شوي تيجي طيب نصف، لا طب الحريق هسه بقضي عليه كمان تانك البنزين حيفجر فيه تحركوش بلاش شو اسمه ينجرح، لا بدها تاخذ الخطوات اللي هي برضه قلنا العلميه الصحيحه بالصفات وتعريف المصاب. باجي بقيم الوعي صاحي، درجات الغيبوبة حناخذها بالمادة الثيرد يعني في عندنا درجات غيبوبة بنشوفها درجة أولى درجة ثانية ولا درجة ثالثة، ثم بنيجي بنطلع على لونه يعني كيف هذه معنى نعمل له سكان مسح شامل هيك نظرة عامة نطلع ما بنظرة عامة لون جلدك انت ليش جلدك باهت انت معناته عندك فكر دم خايفة ارتعبت انت ليش جلدك هيك لونه أزرق معناته عنده نقص أكسجين باهت شاحب عرق مبلل رطب احمر وردي لون جلده بتقولش ما شاء الله عنه قوه ايمان وما شاء الله وجهه متفتح لانه وردي لا قد يكون في تسمم في ايش فيه يلا علامه بونص تسمم بالدم شو الغاز اللي بيعمل بخلي اللون ليش قلت تو راحت عليك اول اكسيد الكربون اول اكسيد الكربون بتلاقي لونه بتقول بسم الله ما شاء الله شو قوه الايمان مات ووجهه بسم الله مورد لا هو مات الهواء يبكى ومات لانه استنشق كل اول اكسيد الكربون وانت مش داري عنه وتركته يموت اذا كان في عنده بصير لون الجلد تمام بنشوف بعدين نتفقد العلامه الحيويه اللي حناخذها اخرى شوي اللي هي نبض تنفس ضغط حراره بنشوف بتنفس بنشوف النبض بنشوف في حراره بنشوف العلامات الحيويه بعدين بنشوف جذع المصاب طبعا زي ما قلنا لكم نفحصه بشكل سليم. تفحص العينين وحدقه العين مهمه جدا جدا جدا، كثير ناس سواء مسعفين او اطباء او اي خدمه صحيه بتلاقيهم بهموا للعين، ما العين كثير مهمه انها بتدلك على اشياء كثيره. لو جيت مثلا انت بالضوء مسكته فتحت له عينه وطلعت فيها بتلاقي البؤبؤ تمام بتفاعل للضوء ولا بتفاعلش؟ بتفاعل معناته وضعه جيد، بتفاعلش متوسع ممكن هاي حادث سياره معناته في نزيف دماغ اشوف انه بؤبؤ اللي فيهم بتوسعش معناته نزيف دماغ بده يكون الجهه هاي تمام. طلعت وين البؤبؤ مش مبين نهائيا راس الدبوس بال برضه هاي غلط شفته هيني كتبت بالتسمم دكتور كويس انكم يعني هون النقاش هذا كويس بثري معلوماتكم من شان الامتحان تحط لي تسمم بيجي تقول لك بالامتحان نعم جيت قلت لك في الامتحان في شيء اسمه بي 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 اللي هو بين شمات بين بوينت بيوبل شمات بين كلام بين 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 شمات بين هذه قلم وهاي
هاي قلم وهاي دبوس بين بين وبين بين اللي هو دبوس بوينت نقطة رأس بيوبل اللي هو البؤبؤ أو حدقة العين بؤبؤ رأس الدبوس اللي هي بيكون لما تطلع في البؤبؤ بعينك تيجي تفحص العين تطلع فيها بتلاقي يلا البؤبؤ مبين قد رأس الدبوس هذا بيكون موجود فيها ايش حكيت لكم أختكم هون موجود في التسمم لا التسمم الغذائي ممكن يكون متوسع فإذا أنا بحط لي غلط طب أنا كاتب بالتسمم لا هو التسمم بالمبيد الحشري والله الزلمة هذه دكتور قبل شوي كان كويس وعنا شوية هالشجرات وعنا هالخضروات نزل رشها وهيو بعدين صفرة مش عارفين شو صار له هو إشي قرصه هو إشي طلع فورا بالبؤبؤ العين بتلاقي إنه قد رأس الدبوس يعني إنه قد دخل في تسمم بالمبيد الحشري المواد اللي قاعد برشها حاله برش عفوا هالشجر قامت طبعا أجت عليه وسببت له اللي هي تسمم في المبيد الحشري فبكون pin point pupil فممكن تجيك ماذا يعني PPP كثير بجيب سؤال بين بوينت اوف فيو اللي هو بؤبؤ رأس الدبوس ويكون موجود في حالة بالفراغ مثلا هيك في حالة التسمم بالمبيد الحشري تفحص فم المصاب من اثار لاي مواد سامة او حارقة والبحث حوله عن عبوات او اقراص او مواد بتفحص حواليه قد تكون محاولة انتحار بشوف عنده بلقى علبة مخدرات بلقى عنده علبة اسبرين بلقى عنده علبة كاملة مثلا الدواء تاعه قد يكون تناول دواء بالخطأ وقد يكون انه حاول ينتحر او حاولت تنتحر بالاحرى لان نسبه الانتحار عند النساء اكثر منهن عند الذكور هذا بيكون بالنسبه للفحص الاولي اللي تقييم الموقف طبعا ضمن شرحناها كل تقريبا ثم بيجي عندنا التشخيص بتشخصنا اذا هي غيبوبه السكري شو بدنا نتصرف تمام شخصنا هو حادث سيارة شو بدنا نتصرف نعمل إجراءات هذيك بعد ما نعرف كل هالجهات ثم بدنا نحدد الأولويات زي ما قلنا لكم مصاب مغيب بتنفسش فيش نبض مكسور جرح بجوز بصبعه هذا مكسور شوي شعراته شوي المفرق رايح على جانب ثاني شو بدنا نعمل تحديد أولويات والله الدكتور هاي صبعه هذا كله مكسور خلينا أجبر له إياه خلينا أربط له إياه هو لا بتنفس ولا بحكي ومغية وماكل هوا فإذا بدك تحدد أولويات أول إيش شو إنقاذ الحياة مزبوط إذا إنقاذ الحياة بتنفسش فيش نبض إذا بدي أشوف أفتش ليش ما بتنفسش وليش فيش نبض انسى هالسبب مكسور إصبعه مكسور رجله مكسور إيده انسى الأمور عينه برايحة جهة ثانية انسى أول إشي اللي هي إنقاذ الحياة بتنفسش جبرت له إيده صححت له إجره لا في نفس ولا في نبض وراح الزلمة توفى ما استفدناش إذا بدك تحدد الأولويات شو الخدمة أول إشي تسلسل الأولويات 1 2 3 زي ما قلنا لكم المرة السابقة بالسؤال مثلا يجيك مثلا بالكلية الطب اذكر مثلا الميكروبات المسببة مثلا التهاب اللوز 1 2 20 مثلا واحدة هي كتبت العشرين هي كتبت العشرين هي كلهم كتبتوا العشرين هي بتأخذ 10 من 10 ياخذت 1 من 10 ياخذ 5 من 10 طب دكتور هاي نكتب ففي أولويات مثلا قلنا لكم اي بي تهيمولايتيك ستريبتوكوكس جرثومي 95% من الحالات بتسببها اللي هي التهاب اللوز جيت حطيت رقم 20 وحطيت مثلا الكليبسيلا او نوموكوكس او اي شيء ثاني حطيت رقم 1 اللي مثلا بتشكل ايش بجوز 10% او حطيت رقم 1 اذا انت غير ملم او جاك سؤال ما هي الادويه التي تؤثر او تفيد في التهاب تسلسل التهاب اللوز واحد رحت حطيت مثلا سبروفلوكسوسين هذا مثلا للفين الادويه اللي هي الجهاز نصف الجسم وفوق الجسم في اللي هي برضو خطوها بالأحياء اللي هي الموجب والسالب الجراثيم ففي كل دواء له تأثير على الجرثومة هل هي موجب صبغة ولا سالبة الصبغة فكلها بدك تعرف جيت حطيت واحد مثلا سبروكير أو سبروفلوكسوسين حطيت مثلا تحت البنسلين مع أنه رقم واحد اللي بيتهملات ستريبتوكوكس هي سنسيتيف لامين لا البنسلين إذا حطيت بعرف إنك أنت فهمان إذا أنت حتكون ملم وبتكون أفضل من أي واحد ثاني تروح كاتب وهون بصير عندنا اللي هو المسيوز حاليا وكثير الإساءات اللي صارت اللي هي باستعمال الأنتوبيوتكس المضادات الحيوية مجرد ما تكح مجرد ما ترشح مردت يلا مضاد 10 أو خص في البنات اللي هي التهاب المجاري البولية فهي كثير بنعاني منها بالحالات اللي بنعالجها البنات التهاب المجاري البولية كل شهر في دورة إمك وأختك وأختي وأمي وكلنا مظبوط ولا هاي سنة الله في خلقه فطبعا مهما كانت الوحدة نظيفة إلا يكون فيه تتهيأ البكتيريا تنشط صار عندي شوية تبجر بطن عند الدكتور يلا خذي هذا الدواء الشهر الجاي عند دواء ثاني ما تحسنت الشهر الثالث 10 12 شهر 10 12 دورة بتلاقي بتعمل لما تعمل زراعة
للجرثومة أو للبول بتلاقي ريزيستنت 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 مناعة 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 الدواء كله ما بعود في عنا أدوية تفيد. إذا هون صار عنا ميسيوز لا أو سوء استعمال للأدوية والأنتيبيوتكس. فهون بكون برضو اللي بكون عندك كيف حسن التصرف برضو وكيف إنك تستقبل وكيف تستعمل المريض وكيف تفيد المريض. بعدين طبعا بدك تقدم الإسعاف بعد ما عملنا الفحص الأولي. شو الإسعاف اللي بتقدمه بعد ما حددته إيش شو بدك تعمل؟ هسا تقديم الإسعاف الأولي المطلوب منك. عنده مثلا غيبوبة سكري أو والله احتمال ارتفاع احتمال انخفاض. طب الارتفاع مش مشكلة، ما عندي جهاز سكر أو عندي جهاز سكر حللت له الكيتو ارتفاع باجي بعطيه دواء، الكيتو انخفاض بعطيه سكر. طب ما عندي جهاز سكري ومنطقة بعيدة والشرايح خلصن، طيب أنه اللي بضر أكثر الارتفاع مش مشكلة لو ضل هسا ارتفاع بأثر على المدى البعيد، لكن على المدى القصير لا الانخفاض هو اللي بأثر، باجي بذوب سكر وبعطيه بلحسه مالكة عسل. إذا هون بيكون اللي بتقدم قاعد بنزف بربط له عنده صعكة كهربائية أو مش عارف يتنفس بنظف مجرى التنفس بشوف مجرى التنفس بعمله CPR. فبتكون بعدها بدها تقدم الإسعاف الأولي المطلوب منك ثم إخلاء المصاب. بعد ما عملت الإسعاف الأولي بكون صار وصل الإسعاف أو حتى لو وصلش أنت بسيارتك بأي شيء إخلاء المصاب بالتعاون مع الجهات المختصة أجل الإسعاف كيف بدك تنقله الطريقة برضو الصحيحة إنك كيف تنقله. فهاي هي كلها مسؤوليات المسافرين. العلامات الحيوية مهمة جدا 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 في الامتحان وفي الحياة العملية يجب إنك تكون عارفها. هي النبض أربع علامات حيوية بيقول لك ما هي العلامات الحيوية وتسلسلها مهم جدا بالامتحان برضو مرتبة حسب الأهمية. واحد بحط مثلا على علامتين النص نص 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 ونص للترتيب. نبض تنفس ضغط حرارة حطيت الحرارة واحد بتروح عليك النص. شو بهمني مريض لا عنده ضغط ولا بتنفس ولا شيء وراح أشوف حرارته؟ لا أول شيء بدي أشوف النبض. القلب ألا في الجسم مضغة إن صلحت صلح الجسد كله ألا وهي القلب. مش الرسول صلى الله عليه وسلم هيك؟ إذن في عنا أول شيء النبض، ثانيا التنفس شوف مجرى التنفس بتنفس ولا بتنفس، ثم نشوف في ضغط ثم بنشوف في حرارة. إذا في عنا أربع علامات حيوية نبض تنفس ضغط حرارة. تسلسلهم برضو مهم. المعدل الطبيعي لكل واحد منهم النبض كام؟ إيش بحط له غلط؟ أنا فهمت 60 ل 100 كيلومتر بالساعة. أنا هيك فهمت نبضة في الدقيقة نبضة أنا فهمتها بالساعة. واضح؟ بالأمور الصحية قلنا لكم حياة إنسان بتتعامل معها كل كلمة مهمة. إذا النبض تنفس ضغط حرارة. المعدل الطبيعي للنبض 60 غلط بحط اللي غلط 60 إلى 100 نبضة في الدقيقة 60 إلى 100 نبضة في الدقيقة. هيك بدها تكون الإجابة. هاي الإجابة الصحيحة تمام. طيب جيت قلت لك بالسؤال المعدل الطبيعي للنبض من 60 إلى 90 نبضة في الدقيقة صح ولا غلط؟ قلت لك هيك تحطي لي صح ولا غلط هون؟ شو بصححي؟ إلى 100 نبضة. طيب شخص ما فحص نبضه القناة 55 نبضة في الدقيقة قد يكون طبيعي؟ واخدتوا كلكم غلط. قد يكون طبيعي قد يكون طبيعي. هل هو طبيعي كمقياس؟ لا مش طبيعي. قد يكون طبيعي؟ نعم قد يكون طبيعي. عند الرياضي ممارس الرياضة بتلاك كيف؟ من 60 إلى 220 الرياضي. الكاميرا بتسجل ايش كان 220 وين بيكون صار؟ 60 إلى 220 وين بصير؟ بكون عند رب العالمي بالتحقيق. من 60 إلى 100 نبضة في الدقيقة المعدل الطبيعي. أكثر من هيك قد يكون طبيعي نعم، أقل من هيك قد يكون طبيعي نعم، لكن هل هو طبيعي أكثر من هيك؟ لا. هل هو طبيعي أقل من هيك؟ لا. قد يكون طبيعي؟ نعم قد يكون طبيعي. في الرياضي الممارس الرياضة مش وقت ممارسة الرياضة، الإنسان الرياضي دائما بتلاقي نبضه أقل من الطبيعي. ليش؟ الرياضي عضلة القلب بتكون أقوى تأخذ وقت تنتلي أكثر مشان تضخ وقت أكثر، فهي الحركة للرياضة. بالنسبة لإنسان يعيش حياة ساكنة مثل مثلا هاي ها زي هيك، فبتلاقيها ممكن تكون هيك.
اما عند الرياضي ممكن تكون توصل حوالي 55 52 دائما رياضي، بس انسان قاعد بيمارس الرياضه ناخذ اخر شوي، شو الحد الاعلى بالنبض المسموح فيه لممارسه الرياضه؟ لكل تمرين في حد اعلى مسموح فيه لممارسه الرياضه، ماشي؟ اذا لكن كمعدل طبيعي نعم من 60 الى 100 نبضه في الدقيقه، اقل من هيك قد يكون طبيعي نعم وقد يكون غير طبيعي، اكثر من هيك قد يكون طبيعي وقد يكون غير طبيعي. اذا لو بالسؤال قلت لك شخص ما نبضه 55 هو طبيعي؟ الجواب لا. قد يكون طبيعي؟ نعم. ماشي؟ التنفس المعدل الطبيعي من 14 ل 18 مرة في الدقيقة. تخيل حالك تحط لي بالامتحان التنفس المعدل الطبيعي للإنسان من 80 ل 100 مرة بالدقيقة. برضو لما تكتب إشي برضو زي ما قلت لك دائما انسى الكتاب وانسى الدوسية، اكتب إشي يعني منطقي. انت تتنفس يعني حط امسك ساعتك وعين لحالك نص دقيقة ربع دقيقة واضرب باثنين او باربعة وشوف هل ممكنك توصل 100 مرة بالنفس. النفس تعني شهيق وزفير، مهما عملت مستحيل اوصل. في بعض الاشياء اللي ممكن توصل اني اشي ما بقدرش احكي لانه في كاميرا، انتوا بتحكوا مش مسموعين. اذا التنفس من 14 إلى 18 إيش برضو؟ مرة في إيش؟ في الدقيقة. بتحط ليش بالدقيقة؟ لا أنا بكتب لك في الساعة، أنا فهمتها بالساعة، أنا هيك فهمي قليل شو عمل؟ بلقصش كثير. فبدك تكون دقيق في الإجابة. بنبهكم شو أخطاء زملائكم وزملاتكم السابقين والسابقات حتى إنكم ما تقعوش فيها مرة ثانية. إذا 14 إلى 18 مرة في الدقيقة، أقل من هيك مش طبيعي، أكثر من هيك مش طبيعي، أقل من هيك قد تكون طبيعي نعم، أكثر من هيك قد تكون طبيعي نعم. الضغط الطبيعي المعدل الطبيعي على إيش؟ ممتاز، مليمتر زئبقي. مليمتر زئبقي الضغط الطبيعي. هذا الضغط الانقباضي اللي هي الانقباض الشو من القلب الى الجسم، انقبض القلب فبده ضغط اقوى، بده يوصل بده يوصل الدماغ، بده يوصل للرؤوس الاصابعيه بجريه، اذا بده يكون اقوى. يعني لو قلت لك مثلا جيت قلت لك بسؤال الضغط الانبساطي هو من 70 ل 90. الانبساطي بعود للقلب، تخيل انك تعمل ضغط قوي للقلب بتفجر القلب. فسبحان الله يعني وفي انفسكم أفلا تبصرون. لو تحلل جسمك وشوف القدرة الإلهية كيف رتبت وكيف عملت مشان أن يكون جسمك سليم وصحيح. إذا ضغط الإنقباضي 100 ل 140 ملم زئبقي، البساطي من 70 إلى 90 ملم زئبقي، هذا المعدل الطبيعي. أنا ضغطي بتروح عند دكتور أو على الصحة أو عند ممرض أي واحد يكسلك إياه قال لك ضغطك 100 على 80، يعني بدام الرقمين بهالمعدل فهو طبيعي. ضغطك 140 على 70 طبيعي، ضغطك 105 على 90 طبيعي، ضغطك 100 على 90 طبيعي، ماشي؟ لكن بالامتحان شو المعدل الطبيعي اللي هو هذا؟ لما تقيس ضغط حتاخذ احدى الارقام هذول، بيكون هنا الضغط الطبيعي. اقل من هيك بصير مش طبيعي، بصير هبوط، اكثر من هيك بصير ارتفاع. طبعا هذا الضغط وهي العلامات الحيويه اللي بنحكيها احنا هون هي لشخص بعماركم، يعني بشكل عام ما بين كل سن البلوغ حتى سن الأربعين تقريبا بتكون هذه العلامات الحيوية اللي موجودة في جسم الإنسان لكل عمر. بعدها حنشرحها بالتفصيل المحاضرة الجاي. لكل عمر في، طبعا مش مطلوب منكم التفصيل، مطلوب منكم بس الأمور هذه، بس حاسة تكون عارفين كل عمر له طريقة في أو له رقم في العلامات الحيوية. بالنسبة للحرارة طبعا أقل من هيك قد يكون طبيعي نعم، أقل من هيك أكثر من هيك قد يكون طبيعي نعم. بالنسبة للنساء بشكل عام بتلاقيهن أقل، ممكن تلاقيها 90 على 60 بشكل عام. بتفحص فيش شيء، فيش عندها شيء ثاني، خلاص أوكي أنت ضغطك هاي طبيعته، أنت 90 على 60 بتوكل على الله. أكثر من هيك والله ضحكت، لو أضحك هسا أنا هيني بحكي قد يكون هسا تلاقوا 150 160 ويكون طبيعي، ماشي؟ إذا قد يكون طبيعي، أكثر من هيك نعم، أقل من هيك قد يكون طبيعي، لكن طبعا بحدود، مش مثلا ألقى 200 وتقول لي طبيعي، لا مستحيل. تلاقيها مثلا هون 110 وتقول لي قد يكون طبيعي، لا. لكن طبعا الزيادات هون كلهم بتكون اللي هي الفروق البسيطه وهذا اللي انا فيه. بالنسبه للحراره واخيرا اللي هي درجه الحراره الطبيعيه عند الانسان اللي هي 36.5
الى 37 ايش درجه، ايش برضو درجه مئويه. مره ثانيه بتحطوا لي وحدات القياس، كثير منكم بنسوها فباخذوا غلط وبيجوا بجاكروا على المكتب، لا الغلط هو غلط والصح هو غلط، هو صح. اذا درجه الحراره الطبيعيه 36.5 ل 37 درجة مئوية، قد تكون أكثر من هيك طبيعي وقد تكون أقل من هيك طبيعي وقد تكون غير طبيعي. إذا هاي العلامات الحيوية اللي هنأخذها بالتفصيل وأنت بتزيد وأنت بتنقص في المحاضرة.